يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. الحج ذكرى آل إبراهيم. إبراهيم خليل الله، النبي الذي امتحنه الله امتحانات وابتلاه بكلمات فأتمهن، أي نجح فيهن بدرجة 100%. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كلمات يعني امتحانات، ويا ما أصعبها من امتحانات، أتمهن أي نجح فيهن بدرجة 100%. فكانت العاقبة قال إني جاعلك للناس إماما، ملة إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، البيت بناه إبراهيم وابنه إسماعيل، الحج كله ذكرى إبراهيم. هذه الامتحانات الصعبة نتذكرها في الحج لنعلم كيف يتخذ الله خليلا كإبراهيم عليه السلام بعد امتحانات عسيرة. أخي المسلم تأمل معي، نشأ إبراهيم في العراق، كان الامتحان الأول مع أسرته الصغيرة، مع حب الناس إليه، مع أبيه، كان أبوه قائما على المعبد، كان الامتحان عسير، عسير أن يجمع إبراهيم الفتى بين حقوق الربوبية والألوهية وبين احترام الأبوة. ولذا كان هذا الموقف يسجل في القرآن في سورة مريم، يا أبتي، لا يبدأ جملة في خطاب أبيه إلا قال يا أبتي يا أبتي. حقوق الأبوة وحقوق الألوهية في تناغم عجيب من أبينا إبراهيم. وكانت العاقبة لأهجرنك، أو قال له واهجرني مليا، فكان جواب الإبن البار سلام عليك سأستغفر لك ربي. جاء الامتحان الثاني مع قومه ليحاجهم بمنطق العقل، وانتصر عليهم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. امتحان ثالث مع الملك المستبد النمرود ليكون بالحجة والإقناع، ومع كل هذا طرد من وطنه وقال إني مهاجر إلى ربي، فذهب إلى بلاد الشام. جاء امتحان آخر، امتحان أنه كبرت سنه ومع ذلك لم يرزق الولد، لم ينقطع الأمل ولا اليقين، فرزق الولد عن كبر. ختمت الامتحانات بالامتحان الأعظم، بعد أن ترك زوجه وولده في واد غير ذي زرع، اكتملت الامتحانات بأن يؤمر بذبح ابنه. يا الله يا الله، أب يذبح ابنه وهو الذي سيتولى الذبح؟ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الامتحان لم يكن لإبراهيم وحده، بل للابن البار، ونجح في الامتحان. قال تعالى فلما أسلما، هذا السر في آل إبراهيم، أنهم يسلمون وجههم لله، حيثما أمر الله أسلمنا يا ربنا إليك. فكانت الأضحية رمز للتضحية. أختي المسلمة، أخي المسلمة، إذا كنت في الحج سترى الأضاحي والهدي، وإذا لم يكتب لك الحج ستضحي في بلادك. تذكروا أن الأضحية علامة على التضحية. اسأل نفسك
هل أسلم وجهي لله؟ كم مرة يختبرني الله اختبارات عديدة ليرى هل أكون على الصراط المستقيم؟ إنه لن يأمرك بذبح ابنك، ولكنه سيبتليك هل تنصر دينه؟ هل تحس بآلام إخوانك المسلمين؟ هل أنت من الذين إذا جلسوا مجلس فأخذ بعض الناس يخذل ويقول دعونا من البلد الفلاني ومن مصائب البلد الفلاني، هل تسكت؟ هل تحس بآلام إخوانك؟ هذا ابتلاء واختبار. هل تحس أن أبنائك وديع عندك لكي تحبذهم في هذا في دين الله تبارك وتعالى؟ هل إذا ظلمك أخوك المسلم تنتصل لك الحمية وتقول لن أغفر له أبدا؟ هل تتذكر عمك الذي لم تزره منذ سنين أو خالك الذي لم تزره منذ سنين؟ هل قررت في هذا العيد أن تسامح؟ تسامح لله، تقول ربي سأضحي بهذه المشاعر، ربي ظلمني، ربي قهرني، لكن إني أسلم وجهي إليك. دعوة إلى التسامح والعيد على الأبواب، أن نكون كآل إبراهيم نسلم وجهنا لله. إخواني، أعظم شيء يحبه الشيطان أن نتفرق. الأم التي تزرع في أبنائها منذ الصغر أن عمهم أكل ميراث أبيهم وتربي فيهم الحقد حتى يكبر مع هذه البراعم الصغيرة، آل إبراهيم ضحوا لله في كل المشاهد. الأضحية علامة للتضحية. الإسلام اليوم يراد له من كل جانب أن يكون في ذيل القافلة، لنستشعر من آل إبراهيم معاني أن نضحي لدين الله تبارك وتعالى، أن تكون هذه أيام العيد ذكرى أننا نضحي لله. إخواني، افتحوا اليوم سورة الحج. سورة الحج هي السورة الوحيدة في القرآن التي فيها سجدتان. السجدة الأولى في بداية السورة هي عنوان الافتقار إلى الله، أن الكون كله يسجد له إلا من أبى. قال تعالى في خاتمتها: ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا سجدت فهذا قمة العزة، وإذا لم تسجد فهذا قمة الإهانة. السجدة في آخر السورة علامة على الاجتماع الكلمة، أخوة المسلمين، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. كأن السجدة الأولى مثل يوم عرفة، الافتقار إلى الله، والسجدة الثانية كأيام منى، الأخوة في دين الله تبارك وتعالى. في سورة الحج ذكر قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفيها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. كأن المعنى: تذكروا يا مسلمون أن الحج بهذه الجموع العظيمة من المسلمين، هناك المسجد الأقصى سليب، هناك البلد الفلاني فيه من الظلم ما فيه. يا مسلمون، الحج وسورة الحج تعلمنا أننا أعز بهذا الدين، لنحج كما يريد الله منا ونرجع، ستكون للمسلمين قوة عندئذ. ليس عجبا أن تختم آيات الحج ومشاعره بقوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أخيرا، كأن المعنى أن الرجل إذا جاء من أقصى البلاد، من إندونيسيا مثلا، وكان فيها استعمار قديما مثلا، فيرى الحج والحجاج والجنسيات المختلفة والدين عزيز، يقول: لا، لن يذل هذا الدين ما دامت الكعبة في هذا الجموع. مصداقا لقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يا مسلمون، الدين عزيز، لكن يريد قوما يفقهون هذا الدين، يحجون وهم يتأملون الأسرار والحكم، يصلون وهم يتأملون المعاني والمشاهد. يحتاج إلى مسلم حقيقي يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، مسلم حقيقي يرجع وقد وعى دروس الحج وحكم الحج وإسرار الحج. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يكتب الحج والعمر لكل مشتاق إليهما. وإنا نسأل الله أن يأتي العيد القادم والذي بعده وبلاد المسلمين محررة، وكل مسلم ينعم بالأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على عبده ورسوله سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا راحلين
راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي.